ان انت دايما بتعمل موازنه او مقارنه بين احمد شلبي وبين الشعر الجاهلي. هدي لك دلوقتي امثله واخد بالك متعدده ومتكرره. انت اسقطت كل الفتره الشعريه او الرصيد الشعري اللي بعد العصر الجاهلي كله اسقطه. في كل موضع بقى هتقول اهو شوف عمل ايه، اصل الشعر الجاهلي كان بيعمل كده. شوف عمل ايه الشعر الجاهلي كان بيعمل. وهدي لك امثله. ده خطا. ليه؟ لانك خلاص استقطعت فجوه. يعني قلت دلوقتي احمد دلوقتي كده اللي بيقرا الكلام ده هيخيل اليه انه الراجل جمع العظم جاي العظم جاي كان بقى واحمد كان في طرزه وهو احمد بيجدد بقى في الشعر الجاهلي. لا نسيت كل عصور التجديد اللي هي في الشعر العربي. وده الخطا الفارق اللي هي اللي عملته. وهدي لك امثله على ذلك. شوف كده وقف في صفحه 44 وحضور القصيده القصيده اللي بتقول حول المركز التقليدي. ده الراجل بيشيد بشاعر كبير كلنا بنعتز به اللي هو عبد المنعم انصار رحمه الله. وكان من اكثر الشعراء اللي اخلصوا القصيده اللي بتقول حول المركز التقليدي. واحمد وطبعا تلميذ لعبد المنعم الانصار. فهندم ازاي؟ هندم على اللي اتكسر منهم وتقول القصيده حول المركز التقليدي. يعني انت برضه مخرج بفكره التقليديه عندك وده مش مظبوط خالص. صفحة 45 بس بتاع هذا الفيلم كون احمد كتب قصيدة بيتكلم فيها عن المعلم زي ما اتشرف كل المعلم في التمثيل والراجل يقدر هو معلم طبعا ويقدر قيمة العلم والعلماء. انت عرفت لما الراجل يتكلم حتى عن المعلم المسيحي في ذكرى الاسراء يمكن هم ما يعرفوش. ما فضيله معلمه. ما دي مسائل ثانيه بقى انا قلت لك بتدخل في اطار ثاني غير الاطار ده. شو جيت صفحه 46 عشان هو برضه كتب قصيده الراجل واحد تمام وكتب قصيده في هذا الصوت الملائكي انت جبت حكومه فيروز وغنيه يونانيه وانت اللي ما اعرفش ايه وجبت قصه حياه فيروز. يا عم انا سعيد ما اعرفش الكلام ده. في حد يجي في الهاتف يتكلم عن النيل؟ النيل نهر مش عارف شاطر شكل النهر ولا حاجه عامه حوالي 3640 كيلو واختارت عده بلاد وكل حاجه. انت مقتنع بالكلام ده؟ ما ينفعش. ما فهمش كلام علمي خالص ولا يمكن يكون في رساله علميه ابدا عن سعيد. انت هتيجي دلوقتي واحد يقول لك الشمس طلعت تطيب مصحف من الشمس تاريخ الشمس وخطوط بقى احمد خالد صبر ثالث. وخطوط بقى احمد خالد اختيار الروي فلصبر الراحه من دون زاجر اصوات ناريه وكبرى في مسافات السنه فالصبر الراحه من دون زاجر اصوات ناريه كبرى لا نرجع يا عم احمد خالد. اشمعنى خطوط من زاجر اصوات لا ناريه كبرى؟ هو كان راوي مين قال ان في صوت من الاصوات اللي عندنا 28 ضرب واحد انا هيقول ايه بقى؟ هيقول ايه بقى هو الراجل؟ ايه مزيد حتى الراجل؟ الراجل ده ما تشوفش على سبب التقرب. يقول لي انها حاجه اسمها تجانس الاصوات والحروف مع بعض. نعم. لا الحرف لوحده يوصل بصفه ولا اللفظ لوحده يوصل بصفه. اي حرف له صوت لوحده. الراجل ذكريات ان لها صوت. انت بتقول ايه هو الراجل ده؟ يا راجل هيصفر الراجل من دون سائق مزيد. اظن كلامك واضح يعني. الا انت هنا اختصاصي صوت الراء بالمسيح او احنا لا راجل الكلام ده عايز الكلام ده عايز حاجه يقول لك ايه يعني الاختصار وبعد هذا صوت الراء على راسي وكان الكتاب القديم فاتت الساعه عشان يا عم ازاي ما انت بتتكلم عن مين هنا؟ بتتكلم عن شعر مهندس شعر معاصر ما ينفعش تكون فن الساعه كان الكتاب قديما يكاد ينتظر على الكتب الطويله هذا قديما كان بسيط وطويل بحر بسيط وبحر طويل كان نفس المطلب عنه عن السؤال كلمة ترتيب يعني والله هو السليم لا ما هو لك ترتيب يعني ليس كمليا لكن ترتيب يعني تقرا كتاب طبعا لا تمام ترتيب عنه ما كتب عنه ان تقرا كتاب عنه نعم لا مش كده لا
على نمط غفير في الأرض. ساهم المنام العام
بقى ربنا يخليها صراحه وخلاص. لكن في الباب الفصل ده انت اتكلمت عنه في السكه ما فيش كلام بيجي انا حاجه مش كلام. وبعد وتعتبر هذه القصيده جديده في شعر الثلاثه استقر فيها تاثير المكاتب. شوف النتيجه القصيده جديده في شعر الثلاثه ليه بتظهر فيها تاثير المكاتب؟ طب ما تاثير المحب هتظهر دايما في قصيده الثلاثه مش الشعر بيتغذى في بعض بيصدر مشاعره. طب يبقى جديده في ايه بقى؟ عم سعيد احنا في انت قلت في الخطبه الطويله بتاعتك احنا في شهر المحرم فهو القتال المحرم في الشهر مش هينفع ايه اقاتلك فيها. كان صح 63 كان فممنوع من التحديث عن المرأة بوصف المرأة خارجيا كالشعراء العرب التقليديين فيشعره الرفق والعفق والطول والقرف والامتلاء والنحافة بل حاكم التفاتة إلى الصوت والحنان والرقة الحليمة والنظرات الناعسة هو ينجب كل ذلك بعناصر الطبيعة بنسق جليل. طيب نعم كيف اختلف صورة المرأة عند أحمد من الشعراء؟ بكتب الشعراء القدامى كانت قدامى مين القدامى؟ يبدو